تطلع الصفوف الاماميه بجهود كبيره للتخفيف من اثار جائحه كورونا، حيث تتعاون الجهات المعنيه كافه في مملكه البحرين تحت مظله فريق البحرين للتصدي بكل عزم لفيروس كورونا. الصفوف الاماميه عباره تم تداولها بين الناس لمواطنين ومواطنات يلبون واجبهم كل من مكانه ودوره في مكافحه الجائحه. هم ابناء وبنات البحرين الذين يقفون صفا واحدا منيعا وهدفهم حفظ صحه المجتمع وارشاده لسبل الوقايه في مقدمه الصفوف الاماميه في خضم هذه الجائحه كانت ولا تزال الكوادر الصحيه الوطنيه هي الحائط الذي يحول بين الفيروس والمواطنين فقامت جميع الكوادر الصحيه بمواصله عملها من مختلف المواقع حرصا منها على تقديم الرعايه الصحيه رغم الظروف وهو ما اثبتته الاجراءات والاساليب المتبعه لتقديم الخدمه العلاجيه ومكافحه فيروس كورونا وكجهه تنفيذيه للقرارات الصادره من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا تقوم وزاره الداخليه بالحملات التوعويه وانفاذ القانون لكل المخالفين للاجراءات المعلن عنها بالاضافه الى حملات التعقيم وتقديم واجبهم الامني تجاه المجتمع بالرغم من الجائحه وبذلك يضلع رجال الامن بالعديد من المهام التي تسند الجهود الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا من جهة أخرى تضطلع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمهامها كعنصر هام في الصفوف الأمامية، ويأتي ذلك من خلال الحملات التفتيشية للمنشآت التجارية للتأكد من تحقيقها للقرارات والاشتراطات المعلن عنها لوقف تفشي الفيروس، الأمر الذي بارز من خلال إغلاق المنشآت المخالفة وضمان انسيابية السلع في السوق البحريني رغم الظروف التي تحيط بالعالم. يحيى العمر لمركز الاخبار بمثابة مركز طبي شامل ومتكامل في قسم متابعة الحالات القائمة بعد ثبوت اصابتها بالفيروس ومن بين الصفوف الامامية تتواجد وزارة الاعلام لتمارس دورها ومسؤوليتها المجتمعية في نقل الاخبار والاحداث للمشاهدين وتوعيتهم فكل مؤتمر صحفي ينقل بسواعد الصفوف الامامية للجميع وكل حصة متلفزة أسهم العاملون في وزارة الإعلام في ظهورها للعلن وكل مراسل ينقل الحدث من الميدان هو عنصر هام يضطلع بمهامه وواجباته الوطنية. وكل تلك الجهود التنسيقية بين مختلف الجهات في الصحف الأمامية هي ثمرة لقيادة وتوجيهات قائد لفريق البحرين، هو سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يقود فريق البحرين بحنكه وعزيمه ما نتج عنه نسيج متوائم من الجهود في الصفوف الاماميه وشكل رداء نرتديه فخرا بابناء البحرين في الصفوف الاماميه